كل سنة وانتم طيبين. 2021 دمتم في سلام. معاكم ماير خرسيتي من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اسمحوا لي أقدم لكم شخصية من وحي خيالي اسمها ريتشل. ريتشل هي الشخصية اللي هتلبس أفكار ناس أخرى، وذر هم سياسيين أو ناس أهل فكر أو ايديولوجي أو دين أو بحيث ان احنا نقدر نحلل الى حد ما ايه اللي بيحصل وايه اللي حصل وايه اللي ممكن يحصل وازاي ان شاء الله نتعامل مع اي حاجة بسلام. الترابيزة دي تلخص كل حاجة انا محتاجينها، المية، الطبيعة، الفن، علبة الاسرار، والعالم. سلام.